مثل جميع الصحاري الكبرى للربع الخالي جمال مرهب، إذ لا يجرؤ أحد على التوغل في هذا العالم الملتهب لستة أشهر من العام، ولهذا سمي الربع الخالي. ومع برودة الجو تأتي الإبل مثلما فعلت لآلاف السنين، إذ أن الجمل هو الذي جعل الصحراء مكاناً يستطيع الإنسان السفر والحياة فيه. أطلق المسافرون على الجمل اسم سفينة الصحراء لأنه يحمل البضائع والإنسان عبر محيطات من الرمل. وهنا في جنوب الجزيرة بدأت تلك الرحلات الصحراوية قبل 4000 سنة. لقد كانت بداية طريقة الحياة البدوية. وعلى مدى القرون أقام البدو والإبل شراكة حيوية، فقد احتاج كل منهما إلى الآخر لكي يظل على قيد الحياة. في كل سنة يمضي حسين بن راشد العجمي وابنه سعيد فصل الشتاء يقطعان مئات الكيلومترات عبر الربع الخالي. في هذا الوقت يبدأ البدو والإبل معا تجولهما، إذ يجب أن يبحثا في هذا الاتساع الهائل عن الكلاء، حيث أدت الأمطار النادرة الهطول إلى ظهوره. في الأيام السالفة كان البدوي يقتفي أثر غزال الريم، علماً منه بأنه سيقوده إلى الحياة النباتية الحديثة العهد. وكان الريم في الماضي ينتشر على امتداد الصحاري العربية، أما اليوم فلم يبق سوى بضع مئات منه. لقد تعرض المها العربي للصيد حتى كاد ينقرض، إلى أنه أعيد إلى البرية الآن بنجاح، فأصبح رمزاً عالمياً للمحافظة على البيئة. مع الأشهر الباردة تفد الطيور الصحراوية كالحبارة إلى الرمال، حيث تتغذى أيضاً على النبتات الشتوية. يرتحل حسين وعائلته عبر هذه الامتدادات الشاسعة من الرمال حتى يصلوا إلى المراعي في شرق الجزيرة. تقع الجزيرة في قلب أكبر نظام صحراوي في العالم، يمتد على شكل قوس هائل من المغرب حتى الصين. والربع الخالي في جنوبها هو أكبر صحراء رملية على وجه الأرض. رحلة عائلة حسين تأخذها عبر واحدة من أقل المناطق الآهلة بالسكان في العالم، إلى الغرب. تشكل الكثبان الطولية ممرات من الرمل تمتد لمئات الأميال. وإلى الشرق ترتفع الجبال الرملية سلسلة بعد سلسلة بعد أن نحتتها العواصف قبل آلاف السنين، وهي ترتفع أكثر من 300 متر فوق السبخات المالحة التي كانت فيما مضى بحيرات. واليوم لا تغير الرياح إلا الشكل السطحي للكثبان، إذ أن الجبال الرملية نفسها تظل على حالها. اعتاد حسين
الذي يبلغ 66 من عمره أن يتوغل في الربع الخالي مع عائلته منذ أن كان طفلاً، واليوم لديه 90 جملاً. وإذا كان الكلاء جيداً فإن القطيع يقضي الشتاء بكامله دون حاجة للماء، والبدوي والجمل يعتمدان على بعضهما بعضاً. فالبدوي يعتمد عليه في حليبه ولحمه، بينما يحتاج الجمل إلى البدوي ليقوده عبر الصحراء. وقد تكيف كلاهما بشكل عبقري مع البيئة القاسية وجعلا من الصحراء موطنا لهما. فهذه مما يدلنا على محبة الابن، وحنا ما عشنا إلا بإذن الله سبحانه وبحياة الابن. بل أول يوم الأشياء قليلة، فحنا مع البل عايشين مع البل في لبنها، في اللحم، اللحم يا صيد يا من البل والتمر. البل عندنا شريفة، هو شرفها الرب عز وجل في السوالف اللي احنا نسنا من الأولي، ولا حنا ما نفهم إلا شيء نسمعه ولا نشوفه بعيوننا. يقولون الكتب أن البل خلقها الرب عز وجل من النو، من معزتها ومن مقدريتها خلقها من النو الرب عز وجل. ويوم انزلت إلى الأرض ما بعد خلقت وقعدت في الجو، هذا تدري زي الطير اللي ما له موقع يقع عليه. خلق لها الرب عز وجل، خلق الأرض لها ورساها بهالجبال هذه اللي تشوف، ورساها بالرمل وبكل وانزلت البل. وهذا حنا نوهم أنه إن شاء الله صحيح. إن أقدم الصور للعرب تظهرهم كفرسان يتجهون إلى المعركة على ظهور إبلهم. استمر استخدام العجلة 3000 سنة، إلا أن طريقة جديدة اخترعت لتحميل الجمل حوالي عام 500 قبل الميلاد، وجعلته أكفأ أشكال النقل في الشرق الأوسط. وفي أواخر العصر الروماني اختفت العجلة تقريباً، واستمرت التجارة في الاعتماد على الإبل إلى أن اخترعت السيارة. وبينما أصبح الجمل داجناً ظل الأسد طريداً، فقد كان اصطياده رياضة في صحاري الجزيرة الشمالية. وقد قنص آخر أسد في الجزيرة عام 1923. كذلك كانوا يقنصون غزال الريم في الأزمنة القديمة، إذ كان الفرسان يطاردونه في الصحراء لاختبار دقة سهامهم وقوة رماحهم. واستمر قنص الريم حتى العهد الحديث، إذ يعيش منه في البراري هذه الأيام أقل من 1000. إن هذا ليس قطيعاً شارداً، إنه ذكر الريم يجمع الإناث. فهذا هو فصل الشتاء الذي تبدأ فيه الدورة النزوية، مما يعني أن التنافس على الإناث شديد. مع أن الريم رحال، فإن الذكر المهيمن يحدد خلال الدورة النزوية منطقته ليصبح المالك المؤقت لكل الإناث في القطيع، لكن عليه القتال من أجل استمرار ملكيته. هذه الاشتباكات أكثر من مجرد طقوس للمناطحة، إذ أن قرون الريم الحادة يمكن أن تحدث جروحاً عميقة. يؤمن المنتصر أرضه بمسح إفرازاته على الصخر، كما يستخدم البول أيضاً كعلامة على رائحته.
والذكور المميزة بقرونها الأطول تفرز مادة سوداء من غدد تحت العيون تستخدمها لتحديد أرضها خلال الدورة النزوية. وتستمر هذه الاختبارات للقوة طوال موسم التوالد. والذكور المنافسة لا تضطر إلى التراجع فحسب، بل ويجب دحرها عن منطقة المنتصر. حراسة منطقة الذكر وحماية إناثه أثناء ساعات النهار الحارة مهمة مرهقة. ولذا فإن حكمه كسيد للقطيع لن يدوم أكثر من أيام قليلة. ويستشم الذكر الهواء لتقصي رائحة الأنثى وتقدير استعدادها للجماع. والجماع يدوم فترة قصيرة، وهو مثل كثير من أوجه حياتها يتم وهي تتحرك. عندما يوشك البعير على الجماع يزبن، فهذا يبين أنه في نزوته وربما يتصرف بعدوانية. فمع أن الجمل استؤنس منذ قرون عديدة، فإن بعض غرائزه القطيعية تظهر أحياناً. البعير حيوان ضخم يبلغ ارتفاعه حوالي 2.5 متر ووزنه حوالي 400 كيلوغرام. وكقاعدة عامة يفصل البدو بين قطعانهم، ولكن هذين القطيعين التقيا صدفة. إذا لم يبعد البعيران عن بعضهما بسرعة، فإن صاحبيهما قد يخسران ذكرين ثمينين، إذ يعرف عن الجمال أنها تقاتل حتى الموت. سعيد بن حسين ترعرع مع الإبل منذ نعومة أظفاره، وهو خبير بها ويكن لها احتراما كبيرا، فهي مصدر رزقه. الناقة المزيونة يمكن ما في البل كلها كل ذود إلا ناقة واحدة سوداء سيور ميلاف بنها واجد وسنامها طويل، لكن عاد إلى الله زي الرعيها فتسمع ورقبتها طويلة كل شي منها طويل ووافي، يعني تمشي لا صارت بالماشية تمشي في أولها، وميلاف لا صار طرش واجد وصوت لها راعيها تجي على الصوت. وفي الليل يقيد البعير المهيمن لكي لا يقود القطيع بعيدا. يختبر البعير استعداد الناقة للجماع،
نظراً لضخامة الجمل لا بد من مساعدته على الجماع. سعيد يربط رجل الناقة ليحد من حركتها، وهذا يقلل من احتمال إصابتها بضرر. ويعتقد العلماء أن الجمل كان سينقرض لولا التدخل البشري. ويختار سعيد الناقات للتوالد بعناية حتى يحافظ على جودة قطيعه ويحسنه. الجمال هي الحيوانات الراعية الوحيدة التي تجامع جالسة، والبعير القوي يجامع حوالي 70 ناقة في الشتاء الواحد. لقد تكيف الجمل جيداً مع الصحراء، إذ يستطيع السفر لغاية 150 كيلومتراً في اليوم بمشيته الفريدة خطواً لا خبباً، ويمكنه المحافظة على سرعة تبلغ 17 كيلومتراً في الساعة. تساعد الخفوف العريضة في أقدام الجمل على نشر وزنه ومنعه من الغوص في الرمل الناعم. وتساعد أرجله الطويلة على إبقاء معظم الجسم عالياً لكي يتقي الحرارة الشديدة المنبعثة من الرمال. والجمال تعيش على النبات الصحراوي الخشن، وأسنانها تنمو باستمرار وإلا فإنها ستطحن. وفك الجمل السفلي أضيق من العلوي، ولذا فإنه يمضغ الطعام على جانب واحد من الفم في الوقت ذاته. وتحمي عيني الجمل رموش طويلة جدا، وخلال العواصف الرملية يبقي الجمل عينيه مغلقتين، لكن رؤيته لا تحجب تماماً بفضل الغشاء الرقيق للجفن، مما يمكنه من الاستمرار في التحرك. ويمكنه إغلاق خياشيمه الكبيرة لمنع دخول الرمل إلى الرئتين. اعتمد البدو الرحل في الماضي على الآبار التي حفرها أجدادهم في الربع الخالي خلال رحلاتهم الطويلة، إذ حفرت هذه الآبار في الصخور الظاهرة في الرمال على مسافات متباعدة، وكانت مياهها في الغالب مالحة ورديئة المذاق. والآبار نادراً ما تستخدم هذه الأيام، لكنهم يحافظون عليها حتى الآن كضيافة دائمة للمسافرين الآخرين وكمصدر طارئ للمياه. هذه البئر القديمة تستمد مياهها من مستودع المياه الضخم الكامن تحت الصحاري، ومصدر المياه يقع على بعد مئات الأميال في جبال غربي الجزيرة. فالهواء المشبع بالرطوبة يرتفع من البحر الأحمر عبر سفوح الجبال، ثم يبرد ويتكثف ليشكل السحب والغيوم. والقليل من هذه السحب يجتاز هذا الحاجز الجبلي،
لكنها عندما تمطر على الجانب الصحراوي من الجبال فإن المطر يكون غزيرا جدا. وتندفع المياه عبر جداول إلى الوديان ثم إلى الصحاري الداخلية. وبعد يومين فقط تختفي المياه، والقليل منها يتبخر، إذ أن معظمها يغوص في الأرض. ويتغلغل بعض الماء في الأعماق حيث تحبسه طبقات الصخور تحت رمال الصحراء. نظراً لأن كتلة أرض الجزيرة بأكملها تميل نحو الشرق، فإن المياه في هذه القنوات تحت الأرضية تجري تحت الصحاري عبر عرض الجزيرة البالغ أكثر من 1000 كيلومتر، ثم تظهر على السطح عند الحافة الشرقية بمحاذاة الخليج العربي لتشكل الواحات. واحة الإحساء من أكبر الواحات في العالم، فقد نمت أشجار النخيل البري هنا قبل أن يستقر الإنسان في الجزيرة بزمن طويل. وتزدهر الحياة البرية مع وفرة الغذاء والماء. تنتج أشجار النخيل التي ترويها الواحة محصولاً غنياً من التمور تزيد أنواعه على 50. واليوم تضخ مياه الري من الطبقات الصخرية المائية الواقعة على عمق 1000 متر، وبفعل حرارة الصخور السفلية والضغط تندفع المياه وتوجه في قنوات. هذه المياه التي توزع في قنوات ري إلى أشجار النخيل مياه أحفورية سقطت على الجبال الغربية قبل 40,000 سنة، وهي إمدادات إضافية زادت الإنتاج الغذائي في الواحة إلى درجة كبيرة، مما وفر مصدراً غذائياً غنياً للحياة البرية. لقد أدى الري وشبكات الطرق الضخمة إلى تغيير جذري في صحاري أواسط الجزيرة، فشريانات الطرق العملاقة يسرت التنقل بين المناطق النائية لأول مرة في التاريخ. وبدأت التكنولوجيا تحول الصحراء إلى جنان. إلى الشمال من الربع الخالي تقف دوائر خضراء عملاقة في مواجهة الصحراء. إنها حقول من المحاصيل المروية، وهندستها البديعة ناجمة عن طريقة الري المعروفة بالري المحوري المركزي. وتبلغ مساحة كل من هذه الحقول 200 فدان، ودوران الرشاشات على أذرع طويلة يمثل حركة عقرب الثواني. وتندفع المياه الأحفورية الثمينة كل ثانية لتعطي نتائج مذهلة، فقد ارتفع إنتاج الحبوب 100 ضعف خلال العقد الماضي بضخ حوالي 600 مليون قدم مكعب من الماء في السنة. هذه الواحات الخضراء الجديدة مصدر جاهز لغذاء مئات الملايين من الطيور التي تهاجر عبر الجزيرة كل سنة، فقد غيرت الطيور المهاجرة خطها متجهة إلى الأراضي الجديدة الخصبة كمنطقة الحائر التي ترد إليها المياه المعالجة من مدينة الرياض.
وقد تضاعفت أصناف الطيور الموجودة هنا في وسط الجزيرة 3 أضعاف خلال السنوات 15 الأخيرة. وتزور آلاف الطيور هذا الملاذ. هذه الطيور الصغيرة من الفطيرة هاجرت من موطنها الصيفي في سيبيريا. والبلشون الأبيض هاجر من آسيا. واختارت بعض الطيور عدم الاستمرار في رحلتها إلى إفريقيا لتقضي فصل الشتاء هنا. وجاء بلشون الواق ليقتات. أما بالنسبة للطيور الصحراوية المحلية مثل طائر الجليل فإن الأرض الرطبة الجديدة نعمة. بعيداً عن الأراضي الرطبة تسير المياه في الربع الخالي وراء الجمال. إذ يجلب سعيد المياه إلى إبله فهو يسقيها مرة في الأسبوع لكي تكون في ذروة لياقتها لأعصر جزء من رحلتها الذي لم يحن بعد. الجمل يتكيف جيداً مع المناخ القاسي إذ يستطيع أن يفقد لغاية 40% من السوائل في جسمه دون أن يعاني من الجفاف. أما الإنسان فيموت إذا فقد مجرد 12%. والإبل لا تخزن المياه ولكنها تستوعبها في مجرى الدم. وعلى سعيد أن يقنن عليها لأن الإبل العطشة يمكن أن تشرب 5 وزن جسمها عندما ترد الماء، أي 20 جالوناً في 10 دقائق فقط. وبينما تجلب المياه إلى الإبل نجد أن أشكال الحياة الأخرى تعتمد على الأمطار الصحراوية النادرة. والنبتات تنمو حيث حبست المياه في قواعد الكثبان. قبل أن تغوص المياه في الرمال تحدث دراما مثيرة في آلاف البرك عبر الجزيرة. فهذه البرك الموحلة هي موطن هذه القشريات الدقيقة التي لم تتغير طوال ملايين السنين. وتنبعث الحياة في بيض الروبيان الصغير. فالروبيان الصغير واحد من أكثر الحيوانات تخصصاً،
وهو قديم قدم الصحراء نفسها، إذ يمكن للبيضة المخصبة أن تظل ثابتة لعشر سنوات أو أكثر قبل أن تظهر المياه لتبث فيها الحياة، وخلال أيام قليلة تنمو من بويضات دقيقة إلى روبيان بطول حوالي 5 سنتيمترات. وحياتها قصيرة جداً لأنه يجب عليها أن تنضج وتجامع قبل أن تجف البرك. وبمجرد أن يوضع البيض تنتهي مهمتها. ومع جفاف البرك ينضب معين الأكسجين ويكافح الروبيان للتنفس. وهكذا ينتهي جيل من الروبيان خلال أيام، لكن أجسامه المتآكلة تخصب الرمال موفرة غذاء للجيل التالي الذي قد لا يظهر لسنوات كثيرة إذا لم تسقط الأمطار. وهناك كائنات أخرى تعيش دون مياه المطر، إذ يشكل الندى الليلي قشرة من الرمل الصحراوي تسمح للعقرب بالحفر والاحتماء من الشمس. غزلان الريم يمكنها أن تقضي حياتها كاملة دون شرب الماء، فهي تأخذ بعض الرطوبة بلعق ندى الصباح من على جسمها، وهي تتغذى كالغزلان الصحراوية الأخرى في الصباح الباكر عندما يكون الندى كثيفاً على النبتات. القليل من النبات يصمد في الربع الخالي، فبعضه ينمو على مسافات متباعدة وينشر جذوره الضحلة في منطقة واسعة للاستفادة من الندى والأمطار من حين لآخر. أما المها العربي فيجد الرطوبة في الصيف باقتلاع النبات الذي تحتوي جذوره على نسبة عالية من الماء. والمها العربي يتكيف جيداً مع الحياة الصحراوية، وصيد الإنسان له هو الذي هدده بالانقراض، وغطاؤه الأبيض يعكس ضوء الشمس. في الصيف تبدو هذه الأجمة دون حياة، لكن النبات الصحراوي له استراتيجيات عديدة للاحتفاظ بالرطوبة، فالبعض فروعه مغلفة بطبقة شمعية بيضاء تمنع فقدان الرطوبة، والبعض فروعه مدورة لتقليل مساحة سطحه المعرضة لفقدان الماء. أما نبات ذقن الشيخ فيزدهر نموه مع انخفاض درجات الحرارة في الشتاء، إذ يمكن أن ينمو على أعلى جزء من الكثبان بدفع جذوره إلى أعماق الرمال بحثاً عن الرطوبة. وهو طعام مفضل عند الإبل، فهو ذو قيمة غذائية عالية ويجعلها في أوج لياقتها.
وينبت نبات البردي بعد أمطار الشتاء النادرة، وقيمته الغذائية منخفضة، إلا أن الإبل تحصل منه على الماء. والإبل التي تنتقل في الصحراء لا تحدث ضرراً يذكر للحياة النباتية، إذ تمضغ من كل نبتة قضمة أو اثنتين قبل الاستمرار في سيرها، فهي متكيفة مع الظروف الصحراوية. الأغنام والماعز مختلفة عن الإبل، فهي حيوانات غير صحراوية، ولكن العصر الحديث شهد اتساعاً في انتشارها بفضل خزانات المياه والعلف. ولا يكفي النبات الصحراوي لكي تقتات عليه أعدادها المتزايدة، وهي تأكل كل شيء ينمو تقريباً. والعشب الصحراوي لا يبقى إلا داخل الأجمات الشوكية التي تمنع الأغنام والماعز من الوصول إليه. وحيث تعرضت المراعي للإفراط في الرعي، ربما لا تعود الحياة النباتية فيها إلى عنفوانها أبداً. وفي الأراضي المخصصة للحياة البرية والمحمية من هذا النوع من الغزو الجماعي، أظهرت الصحراء قدرة رائعة على تجديد نفسها. وحيث يخف الرعي تزدهر الحياة البرية. فالطيور الصحراوية الرحالة كالحبارة تحتاج إلى هذا التنوع في النبات والحياة الحشرية قبل أن تستقر للتكاثر، فهي تزدهر ما دامت البيئة لا تتعرض للاستهلاك. حسين يقنص بالطرق القديمة التي ليس لها أثر يذكر على الحياة الفطرية، وهو يستخدم السلوقي لاصطياد الأرنب البري. وكان السلوقي يستخدم في الماضي لاصطياد الغزال والحبارة تبعاً للحاجة، وهو واحد من أقدم أنواع الكلاب، إذ يعود أصله في جنوب الجزيرة إلى 7000 سنة. يدرب السلوقي على الإمساك بالأرنب حياً لكي يذبح على الطريقة الإسلامية. إنه يضرب المحل الخطر، هذه أرض خطرة هذا الحين. لو محن وقت البراد ما مشينا معها منه، لكننا في وقت القيض تشوف ولا تحصل جماعة مثل هالجماعة هذولا نازلين بالعرق هذا ونازلين، لا ما تحصل. يمكن للعواصف الرملية أن تهب بسرعة عجيبة، ويمكن أيضاً أن تدوم لأسابيع متواصلة، والجمل وحده بعينيه وخياشيمه المقاومة للعواصف هو الوحيد الذي لا ينزعج منها.
أنثى الريم تبتعد عن القطيع بحثاً عن مكان ملائم للوضع. وخلال الليل وضعت الأم توأماً لكنها تظل على منأى لأنها لا تريد الكشف عن مكان الوليدين. قبل أن تزور الأم الغرين تنظف كل آثار الوضع لكي لا تجتذب الحيوانات المفترسة. ويشتمل هذا على أكلها المشيمة. الغزلان الصغيرة هدف طبيعي للضبع وابن آوى والذئب الصحراوي، ولهذا عليها أن تتعلم المشي خلال ساعات قليلة. وتلحس الأم الغر لكي تشجعه على الرضاعة. خلال أيام فقط سيكون في وسعه مجاراة القطيع، وأثناء هذه الفترة الحرجة تأكل الأم كل مبرزات أجسام الصغار لكي لا تترك أي رائحة قد تجتذب الحيوانات المفترسة. مع انخفاض كثافة الحياة النباتية على الإبل أن تضاعف المسافة التي تقطعها في اليوم، ولا بد من حمل بعض صغارها التي لا تستطيع مجاراة القطيع. هذه الناقة على وشك الوضع، فهذا هو موسم الولادة وما كان له أن يأتي في وقت أسوأ. لكي لا يتعطل تقدم القطيع تدفع الناقة إلى الأمام إلى أن يحين موعد الوضع. ونظراً لشح الكلاء في هذه المنطقة وجب على الإبل أن تقطع 40 كيلومتراً في اليوم لتجتاز التضاريس الصعبة قبل الوصول إلى حيث تتوفر المراعي. لابد لها من عبور السبخات وسلاسل الجبال التي يزيد ارتفاعها على 300 متر عن السبخات. والسبخات صعبة الاجتياز لأن تحت الطبقة الملحية طيناً سميكاً يمكن أن تغرز الإبل فيه أو تغوص دون أي أثر. وبينما تضع الناقة وليدها يخطط راعيها لنوع من التمويه، إذ يستبدل الحاشي بآخر عمره أسبوع، وذلك لضمان استمرار الناقة في در الحليب فيما لو لم تكتب الحياة للحاشي الوليد نظراً لمشقات الرحلة.
وهكذا يبعد الوليد الجديد عن النظر قبل أن تراه أمه، ثم يقدم الحاشي الذي عمره أسبوع وقد كسي بمشيمة الوليد الجديد إلى الناقة التي سوف تتبناه. الأم الحقيقية تدور حول حاشيها معربة عن ارتيابها. في هذه الأثناء يؤخذ الحاشي الوليد إلى الشاحنة، إذ سيربى باليد إلى أن يصبح قادراً على مجاراة القطيع. لكن هذا التمويه لن ينجح إلى أن تسمح الأم المتبنية للحاشي بالرضاعة. وأخيراً يبدأ في الرضاعة وتتحقق الرابطة، إذ أن أمه المتبنية ستدر الحليب له ولراعيها طوال العامين القادمين. لقد هيمن الجمل على الصحراء لأكثر من 4000 سنة، إلا أن هذه الهيمنة تلاشت، فقد حلت السيارة مكانه كوسيلة للإبحار إلى أي مكان من الصحراء. وهكذا انتصرت العجلة. إذ أن الطرق الحديثة حلت مكان دروب الإبل. إن المحمل الذي كان فيما مضى سفينة الصحراء صار يحمل الآن. لقد شهد حسين الجزيرة تتغير كلياً خلال حياته، وها هو الآن العصر الحديث يجلب المزيد من التحديات للصحراء التي يعشقها. وشهد سعيد أيضاً تغييرات جذرية تحدث للصحراء ذاتها. لقد قضي على الكثير من الحياة البرية، وكادت بعض الحيوانات تنقرض كلياً لولا الجهود الحثيثة للحفاظ عليها. لقد أعادت برامج المحافظة والتنمية الجديدة العديد من الأصناف إلى بيئاتها، لكن محاولات الإنقاذ وحدها قد لا تكون كافية. إن تحدي هذه الأيام هو إيجاد توازن جديد للصحراء يحقق تكافؤاً ما بين متطلبات الرعي الحديثة
وتوفير حاجات الحياة البرية الحساسة. فالحياة في الصحراء تعتمد في نهاية المطاف على الحياة النباتية فيها، فإذا ما انعدم هذا التوازن فإن النظام البيئي البالغ الحساسية سوف يدمر. إن تراث الجزيرة العربية من الحياة البرية ثري ومتنوع، لكن استمراريته تعتمد على الإنسان، فنحن لدينا الآن الفرصة للحفاظ على هذا التراث الذي لم يكشف للعالم إلا للتو.